بهذا الفيديو عملنا مقلب ببيسان انه ضاع ميدو، وعلى اساس انه اجا زلمة وخطفه. يا ترى كيف حيكون ردة فعل بيسان؟ هتخاف عليه او لا؟ اذا حابين تشوفوا ردة فعله لبيسان تابعوا هذا الفيديو ولا تنسوا تحطوا لايك. يلا نبلش. بيسو ميدو MB. ميدو طلع فيني ماما، هلا بتقعد انت واحمد بالسيارة عبين ما نعمل مقلب ببيسو. ايه يلا اطلع اقعد بالسيارة، لا تعذبوا لأحمد ميدو. ايه انا بصور كمان من التليفون. ايه صور تليفونه. ميدو ميدو احنا شو هلا بدنا نعمل مقلب بيني، اوكي ما بدنا نعمل ولا صوت، لا تحكي ميدو. وهيك هلا انا تركت ميدو واحمد بالسيارة ورجعت اقعد لحتى نشوف هلا بيسان بس لا تصير تستفقد ميدو. معك وينو؟ شو عم تقول؟ شفت من شوية واحد لابس كنتس سرع وحامل ميدو وراح لهونيك. ورا؟ لهونيك. مين هو؟ ما حدا فينا، مين لابس فينا كنزة زرقاء؟ ما حدا. وانا اخوك؟ انتي ما شفتي؟ لا. تعالي تعالي نكون هوني. روحي لي لابوكي، روحي نادي لابوكي عبين ما اشوفه. ليك اجا. الريان قال في زلمة لابس كنزة زرقاء حمل حمودة واخده. وبيسان ما بتعرف، قال ما شافت. ما قلت لك لعبي معه، ديري بالك عليه. وين اخوكي؟ وين راح الزلمه؟ كان لابس كنسه سرقة او وهي سيارته هاي خضره. شو لونها؟ خضره مثل ما قال. اركض له، روح اركض له نشوف وين راح. هلا ما بدنا نخلي بيسو ابدا تسمعنا، شو بدنا نعمل؟ ما برافو ميدو. بابا ما قلت لك ديري بالك عليك المرة هيك، هذيك المرة ما ضيعتي. مو هذيك المرة لسه ضاع منك، كنا بس على أساس عم نعمل فيكي مقلب. هلا عن جد أخوك ضاع. وينه؟ ماني عم صور. لا ماني عم صور، بس حاملة التليفون. مالي حاملتها، أنا على طول بضل هيك حاملتها بإيدي، هاي حاملة التصوير. بس مالي عم صور شيء. ما في شيء. ها هاي أمتها، هاي ما في كاميرا، ها هاي أمتها. هون اضطريت وقف التصوير لأنه بدي فرجيها التليفون إنه ماله عم يصور. هلا هون كان في سيارة، هاي السيارة اللي كانت هون ريان هي اللي طلع فيها. وين راح أنت؟ بتكون أنت عاملة شيء؟ هتكوني مخبيتي وعم تعملي فينا مقلب، احكي. لا شو بكي، ما انت عارفه تحكي؟ ما عم نعمل فيكي مقلب نحنا. وانا اخوكي عن جد عم بحكي. تعالي يا خالتي، سمعت السنه الا رح اموت انه تعال لحتى اشتري لك سكره. هو من الاول حموته ما عرف، بس عم اسمع اسمعي، كان الزلمه عم يقول له امشي اشتري لك سكره، يعني يمكن خطفه. مين هذا اللي بده يشتري له سكره؟ زلمه غريب بده يشتري له سكره، يعني خطفه لاخوكي. دق للشرطه، دق للشرطه لنشوف. ما في شبكه. هات اعطيني، هات انا بدي في رقم، ما بدنا نعيط لحتى. هي هات انا بحكي. الو مرحبا قسم النجده شرطه، نحن في ولد صغير هلا ضايف، وهون في ابن خالته عم يقول انه في زلمه اخده وعلى اساس قال بده يشتري له سكره. هذا الزلمة بيخطف أولاد صغار؟ عماش على طول هيك هو بالمنطقة بيخطف أولاد؟ كمان بيشحطوا. طيب وين؟ شلون بدنا نكمشه؟ شلون بدنا نلاقي؟ أنتم عم مين اسمعوا لكل الحواجز؟ طب بركي ما لقيتوا؟ بياخذ الأولاد بيقطعون وبيبيعون؟ بياخذهم بيبيعون لأوروبا، بيسفرون وبيبيعون هنيك. لك وين رحتي فيه؟ ليش ما ضلتي ناحه؟ ما انتبهتي عليه؟ طيب اذا لقيتوه دغري خبرونا، نحن عم نستنى هلا نجي لعندكم على القسم. خالتي هيك اخوكي ضاع؟ اخوكي قال هذا الزلمه خطاف اولاد. ميدو والله ابو المقالب صاير يعرف يعمل المقلب، وقتها نعمل المقلب زكي صاير. شو بدنا نعمل؟ اخوكي ضاع بسببي. انت ضيعتي لاخوكي، ها؟ لانه انت ما انتبهتي عليه. انت ما انتبهتي علي، ايمي ايدك من تمك، ليش هيك عم تعملي؟ خلص روحي ضيعي انت كمان، ما عاد بدي اياكي. ما روحتي اخوكي؟ ما قلت لك ديري بالك عليه وتقولي لي هذا اخي وانا بنتبه عليه بالالعاب؟
روحي ضيعي انت كمان يلا يلا روحي ما عندي اياكي تعال روح ناديله لهذا الزلمه اللي بيخطف ولا تخليه ياخذها يخطفها يبيعها هي كمان روحت اخوها تعي ابي تعي انت هيك ما بصير انت لازم تلعبي معه لاخوك تعدي معه ليش هيك ما درتي بالك عليه تهيتي عنه تهيتي عنه شو بساوي هلا انا اذا التهيت عنه خلص اتركها لا تراضيها روحي يلا روحي ضيعتي اخوكي انتي السبب انه اخوكي ضاع روحي دوري عليه تعال ندور عليه بركي هنيك تعي تعال منهم راح عليكي اخوكي مات عندك اخ صفيتي رجعتي لحالك اخت بلا اخ خلاص اتركها شبنا فيها اتركها روحي ضيعتي اخوكي لكن يا جايز ليش عم تلحقينا روحي هيك زينا صحيت يوم بيان وانا وطي يا كان شفت نامسو لا من وين بينه من وين كشفتي المقلاة كانت رح تبكي بها كان ضيعنا شوي لك ودموع بعيونها رح تبكي حنان فيكي مقلاة يا عمري خفتي عليه؟ ايه كنا عم صار فيكي مقلاة كان ضيعنا لك شوي تبكي لا هيك ميدو هيك وبعدها رجعه انا قلت له شفتي انت من عالشبار؟ اجبت عصايته لهون خلص الفيديو لا تنسوا تعطوني رأيكم فيه بالتعليقات يا ترى انا زودت على بيسان ولا هيك طبيعي انا برأيي انه هيك كان كتير عفوي ولازم خوفها عليه وتحس هيك بالخوف على اخوها انه ضاع لنشوف شو هتكون ردة فعلها كانت هي ردة فعلها انه خافت كانت شوي حتبكي بس ما توقعتها انه هتشوفه بالسيارة لا تنسوا تحطوا لايك منحبكم كتير باي باي